ورجعت لكم بعد الفاصل. والناجتس بتاعتي لونها بقى خطير، انا ناقص لي 3 دقايق تاني وهطلعها. عايزه الكاميرا كده توريكم الكرنشي الجبار، ماسكه نفسها عشان سيبناها ترتاح في الاول قبل ما اشكلها، وسبتها ترتاح بعد ما غطيتها، يعني ما استعجلتش، اديتها وقتها ان هي ترتاح عشان اعرف اعمل الشكل المربع الجميل ده. وفي نفس الوقت بعد ما اديتها طبقه تغطيه تقيله، ما ينفعش ريسك او اخاطر انه انزلها في زيت فتفك على طول، لازم اسيب لها وقتها فتطلع كرانشي وماسكه نفسها وحلوه قوي. هوريكم دلوقتي التشكيل بتاعها بيكون ازاي. احنا دلوقتي سبناها تتجمد شويه. في ناس بتحب الناجتس تتعمل بشكل عشوائي، وفي ناس بتحبها مرتبه. بعد لما بنسيبها ترتاح عشان تمسك نفسها، الفرم بتاع الفراخ ده يكون اقدر اشكله، بجيبها كده وبعدين بقطع كده حسب بقى الاحجام اللي انا عايزاها، عايزاها كبيره عايزاها صغيره، كل حد وذوقه. وبعدين انضف المنديل بتاعي كويس، انضف السكينه بتاعتي بمنديل او في ميه سخنه، وابتدي اقطع كده. وبعدين بدخلها تاني الفريزر علشان تمسك نفسها تاني، بتطلع كده، تطلع مربعة كده بالمنظر ده. حد بقى مش عايز يعملها بالسكينة، عايزها تطلع بشكل عشوائي، هيجيب دايرة كده وبعدين يبططها كده بأيا كان الشكل بقى، تطلع معاه طلع كده شوية طلع كده شوية، الشكل العشوائي اللي احنا متعودين عليه. ويسيبها، ان في ماركات كتير قوي بتعملها شكلها مش متساوي مع بعض، ويسيبها ترتاح شوية. بعد لما بقطعها بعملها كده وبسيبها ترتاح شوية تاني قبل لما اغطيها. بغطيها لما تكون كأنها مجمدة، كأنها قطعة تلج، ما تمسكش في ايدي، هي كده لسه التجميد بتاعها محتاج، انا عملتها قدامكم ما تجمدتش كفاية، بس وريتكم دي لما كانت مجمدة كان شكلها ازاي، ماسكة نفسها، قدرت اغطي بيها واعمل طبقة التغطية براحتي. لازم على الاقل نص ساعة تتجمد عشان ما تمسكش كده في ايديكم، تكون سهلة معاكم جدا. وهي بتنزل في البيض وبعدين بتنزل في الكورن فليكس والبقسماط، تكون هادية معاكم وما تاخدش معاكم وقت، وكمان بترتفع بيكربونات الصودا بتروح رافعاها لفوق لما بتهدوها وتسيبوا لها وقتها. انا كده عملت ايه، هعيد معاكم تاني وانا بطلعها من الزيت. احنا جبنا كبة فرمنا كل مكونات الدجاج، بس في الاول كنا فارمين الوراك لوحدها، نزلنا عليها بالصدور وكل مكونات الدجاج، كل البهارات ومكعب المرقه والنشا وكل حاجه. قلنا لو حسينا ان هي طريه معانا هنديها شويه بقسماط في البوله اللي هنطلع فيها خليط اللي اتفرم في الكبه. لو حسينا ان هي مظبوطه وماسكه نفسها هتوقفوا على كده بمقدار النشا بس، وتفردوها في طبق وتدخلوها الفريزر نص ساعة. لما تطلع تكون قادرة تتشكل، يتقطعوها بالسكينة بالطول وبعدين بالعرض فتعملوا شكل مربعات، يتقطعوها بطريقة عشوائية وتاخدوها تكوروا وتفردوا بإيديكم حسب انتوا عايزين ايه. انا حابة الشكل اللي هو المتساوي ده، فعملتها بالسكينة كده بعد لما اتجمدت. لازم تتجمد كويس قوي حسب كل فريزر قوته ايه، ممكن فريزر يجمدها في 40 دقيقة وممكن فريزر يجمدها في 25 دقيقة، المهم ان في الاخر تطلع زي لما جينا نغطيها كانت ماسكة نفسها جدا، كأن مكعب تلج بعمله طبقة تغطية، يعني مفيش اي لزقة هتحصل في ايديكوا، هتبقى ماسكة نفسها جدا جدا. هتحطوا طبقة البيض وبعدين طبقة الكورن فليكس اللي مخلوطة بالبقسماط، وكده تكون خلصت وجميلة. بنسخن الزيت ونتأكد ان هو سخن، مش سخن مولع عشان ما يحرقش الطبقة اللي فوق دي، خليها تفضل فاتحة وجميلة زي ما انتوا شايفين كده. وبننزل عليها درجة حرارة متوسطة مش عالية عشان تستوي من جوه ومن بره، مش بس من بره، انا عايزاها تستوي من الناحيتين وتبقى شكلها حلو وكرانشي.